بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية. اليوم إن شاء الله سنتناول درسا جديدا بعنوان تعلم قراءة وكتابة حرف الفاء. إذن الفاء مع الفتحة فا فا، الفاء مع الضمة فو فو، الفاء مع الكسرة في في. إذن الفاء مع الحركات القصيرة. الحركات القصيرة هي فتحة ضمة كسرة، سميت بالقصيرة لأن زمن نطقها قصير. فا فو في. الفاء مع السكون اف اف. الفاء مع المدود، المدود ثلاثة أنواع: مد بالألف، مد بالواو، مد بالياء. المد بالألف تناسبه الفتحة، قبله دائما فتحة. المد بالواو تناسبه الضمة، قبله دائما ضمة. والمد بالياء تناسبه الكسرة، قبله دائما كسرة. فا فا فو فو في في. إذن زمن نطق المدود هو ضعف زمن نطق الحركات القصيرة. سميت بالمدود لأن زمن نطقها طويل، يعني ممتد، ويزيد عن زمن نطق الحركات القصيرة. الفاء مع التنوين، التنوين ثلاثة أنواع: تنوين بالفتح، تنوين بالضم، تنوين بالكسر. فن 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 فن. إذن التنوين نون ساكنة تكون يعني آخر النطق، تكون لفظا لا كتابة ورسما، يعني أننا نسمع نون ساكنة فن ن فن، نسمع نون ولكنها لا تكتب، يعني تنطق ولا تكتب. فن ننطقها ولا نكتبها. فن 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 فن. نعطي بعض الأمثلة. ق ف صن، ق ف صن، قف صن. فول فو
لون فول فو لون فول فولون فيت نا تون فيت نا تون فيت نا تون قف لون قف لون قف لون ك ف فون ك ف فون كفافون يا فو قو يا فو قو يا فو قو سفيرون 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 خ ري فن خ ري فن خريفاً حر فن حر فن حر فن ط و فين ط و فين طوافين إذن أعيد رددوا من بعدي ف ف فو فو في في أف أف ف ف فو فو في في فن 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 فين فين ق ف صن قف صن فل فو لون فل فلون فت ن تون
فتنة قفل قفل كفاف كفاف يفوق يفوق سفير سفير خريفا 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 حرف حرف طواف طواف. وإلى هنا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.